المرتبط بالأرض وحامل للغة وباعتباره إنسان. الإنسان الأمازيغي يتواجد بوجود الأرض وفي كينونة ثقافية لغوية. إذا ثلاثة المكونات: الإنسان والأرض والكينونة الثقافية. الإنسان والأرض والكينونة الثقافية. من جنس غزيري السمازيغ؟ أفكان ذوشار تنقيه انتسنا التتليت. أفكان ذوشار التتليت انتسنا التتليت. هزول من جديد قد يختنا التص قد يغمت نقرأ الغرناطي. أخونا نعدو المسابقة للرسم. الحقيقة الورشة الرسم تفاجئ المفاجأة الضم قرنت يعني ذين لوحات فرقنت الإعجاب تما ذي مجموعة يبداني كي زيارة غدر الشباب ورفو أن علم الفائزين. في الحقيقة غنوجه الدعوة الفنان تشكيلي حبيب الخضيري باش تحضى ولكن ونسى الظروف نتميمو تحضى نورمان طيعة قدم الورشة النص الفائزين ديال الورشة النص. أخو أنا علمت الفائزين ديال الورشة الرسم. الفائز مزوارو وميديا المراقي. عفتا تبغى نلقى المجهود باش نلقى الكواد رومي ونكون في شكوى دوز دغيا سنين نوع الوان تسمى لو ما هو خص سمع بروق هو تاد الصورة هي قسم تسمى في نوميديا المراقي تسمى نوميديا شميس نتغي مرن قد تفهمنا ويش تسويت الطب كرات وتسمى في نوميديا أبكار بذاني تيغى الجمهور عافية وكشنة تسويها النب ما تشكري تسويها باش النايت باش النايت خانا سيج موار مغني تاما قاشت تاما قاشت أخانا سينو ميديا إيمان خباش سفيكا طاب كران واخا ايمان خباش ايش تسويق هاد سكران ايمان خباش واش من ايمان خباش راه حداك خمس سنين الجائزه والثلاثه الفائزه والثلاثه نصرة بوشتلاي شميك انت قرب 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 فأنيسة باش لأن يمكن يقع شو الخطأ ديال الاسم ولكن وز ماتنار مادام تقعد تغل من الصيف اعتقد فوز ماتنار اسمو شرطة الجائزة وخوغات بوجه المشاركة تاع